بلارين لكن وقتك حاضرك وحن ومهنشن وعظمها أبارها وعظم دق دق و وقتی مرکز طبعا حتی دو سرعت قبضه حق وحک برایشان بهولها میله آبارو اودرنیان اما باهید شعب سومالی اودرنیان ایله هات مکور هیسان نورت هد ان قبضه لکن وحاجی ریح و سوایی شعبتی انت مدارت ولی زمین وحاجی ریدی آبارها و اتکور و هیسان و شقاد و بدن قبضه وحاجر دل سوماليات وإيش أرابلي أو أما قرب الجوكة أما دلق القبيش الجوكة أو إيش أرابلي وحبر بر سعودي هي أدها عالميقا إنترناشنال هي أدها كرقار وإيه كان شقوذي ورطا شقوين وعي سعودين أو وحد الله بلابا يمأها كريع إن الدردر قليا كر لوقا هذا لحوجيا لنا كأردني كريع وحاجتا قبل أن أرى 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 أن حتى وحن جعلها إن بلدك كاسها شورة وحلوه قيب وايو حيصو اللغين إذا هو كيلومتر تحري في المنايا حيصو اللغين آيان وحيروين كان حمر بناك إذا لك سمي إنا إمادا مركا وحن فوق ساري دونا هذي إلهي كرالي نقضة قفك حد الجوغة قفك بيدا بجوغة قفك دكت بل إنا كد دينا دي إلهي نوفو زي ميلو دو دينا مباري كرنا وحي قرقار دك دك أحنا أهلا قاري كرنا واحد بذن وحي كفران هاي ومدى سوماليات سيدي قدر عين عين سيدي وحولق قبل هايين ولا لهم دك كان كمان هاي ودك سوماليات هي أدها قرقار كميش ودها جوجان لكن تدوينها سوماليات وقبها هاي قيد تدويني إنه كاتان شقابة عن صوت بين دون وحان جعلها إنه يفنعك إجاه برنان ودولار والله ماشي لو تلك على ثلاثة وأن ترجعنا أنا محمد بن يا الله سبحانه لكن إن إلا وده إلا مال والله بدت أيجودان وده قرمان وهي لو تلك على ثلاثة لو تلك على إيجارا وهي جدال هو أن أبن كرنا أن أبن أنا تكلم عليه وين ما جاي بيه أو آت قال إنه قصي مركب مركب الصومالية وحمد رايا بار إن إلهي كبقان بيها في سما الدجالية إن هو صديقان وايو دلتي وحي بيه وعلى هيالا لكن ما بيجي سكرا بيه يا لا يا قفكي أو لمن هيا مركب كذا كذا إلا للجبار روبي إدلاتي أمودني إلا للجبار وآد الله بضيط سيد عرنت عن دك دكا عن وحوقة قبر روبي حد وحالة ليه روبي بوغة وصوت لا هايا حدو إمادنا وحالة ليه روبوين معها قبتي وعبسي وين بال قبالة إلهي وحن كرد دينينا نحريك إلهي روبي إنو نوكي ران كرد دينينا مركي عن كبح نوع عرنت عن خالة دك دكا يأبارها وحن نقر شيئاً إنا نقر شوين بأدار أن تجنن وإنا يمعنا لبسنا والبسنا أحسنا والبلبا أبار إنا يسون نقطة وحاد الفوصل مركا قرشة إنا لإمان الله وقرت وسير مركا عطسيقا تشيدين أي سيد مهي وحكوص على جاليد مددك الصومالي قربها جوغا مسا باشا عالمك مسل لقوكي هاي لعاقها إيو قرقار كيما ذا لبضاس لنا عبادان وقيمة أنا أحد وحا الله إلا باشا عالم هو شيء ذا وي ودا ووحا هاي منتاريان كا حدا والله وذا كل مي وي سعودين لكن حتى بكا الله كل مي إنا كوردينيشن وسمايا لأنه حالا يتقرب وذا أن بيه باتي نفقاتي عاصماتي بروتكشنتي مركوي بلارم هاي وباش عالم كوردينيشن انا اسمين انا الله فريسا انه شيء ذوي سعودة لكن بيك عبادة على لغا قدرتا انا ايقا باقي ايقا وضو قصو على قفك سوماليكا ان لو سو فرمدا ومدا عبارك كوها بتاسي انو حاجر حسابات كفورا
akoonada dahabshiil iyo akoonada bangiga dhahay inkastoo hadda aan la fariisan doono guddiga abaaraha aan fiirin doono wixii isbeddel xataa aan u baahanna ama reform inaan sameyno marka ilaa haddaba guddiga abaaraha lacaga way qabteen ilaa 2 bilyan oo dad kusoo tabarucay iyo meelo ka kala yimid oo la gaarsiiyey deegaanadii abaaraha marka waxaan jecelnahay inaan la bijibaara ilaahay waa gartay ganacsatada aad sheegtay inay sicir barariyeen ama qiimihii biyaha iyo raashin kor u qaadeen codsi marka laga reebo dowlad ahaan wax sharciyan aad wax ka qaba uga qaban kartaan ma jiraan arrimahaas taasa loo dambayso maadaama dad soomaaliyeed ay yihiin maadaama dad muslima ay yihiin maadaama waxa qoomka u go'ahay walaalahoodii caruurtoodii ubadkoodii waa lamid ah ay yihiin aniga waxaan jeclahay marka hore inaan isla aadin dhinac xukuumad bal dhinac bini-aadamnimada iyo islaamnimada iyo walaalnimada iyo soomaalinimada damiirkoodaan wax adlaayaa damiirkooda inuu damqadaan rabaa oo biyahan ay dadka u raqiisiyaan waa gartay lacagaha lasoo diraayo wasiira oo soomaalida inteeda badan ka imaanaysa meelo badan baa wax laga aruuriyaa ganacsato badan iyo dad badan see lagu hubinayaa in ay gaarayaan dadkii u baahnaa meesha la doonaba ha loo diray gobollada dalka hadda waxa ugu weyn oo aan ku dadaalayna ilaa anigu hadda maalintii qamiistii ayaa xilka la wareegay laakiin guddiyadii baan la fariisan doonaa sistemka jirana waan fiirin doonaa waxaana rabaa inaan sameeyo sistemka jira wixii kale ugu dari kara in waxa ay noqdaan wax aad transparent ah oo daah furan oo dadkii la gaarsiiyey insha allah waa garta tan ugu dambaysa doctores adoo aad u mahadsan hawshan ama wasaaraddan lagu dhiibay waa wasaarad aad muhiima weliba xilliga ay kusoo aaday maxaa adiga lagugu doortay bay kula tahay markiisa ra-iisul wasaaruhu ku magacaabay dareenkaagu muxuu ahaa wallaahi horta wasaaraddan waa wasaarad hadda la sameeyey waqtiga jira iyo duruufta jirta iyo abaarahan soo noqnoqonayo dadkii soomaaliyeed leannu dadkii soomaaliyeed dowlado badan oo afrikaana roob yaraanta way dhacdaa laakiin annaga waad aragtay iskama celin karno oo wax ka hortag iyo wax qorshe ah kuma lihin anigu horta waxaan isiri maadaama weligayba anigoo wasiir iyo waxba ahayn yaa waxaan ka shaqayn jiray gargaarka ummadda waxaan is iri ilaahay baa ku gartay waa imtixaan inaan ku gudbo imtixaankaas oo si fiican aan ugu gudbo ayaan ilaahay sabar